على كل مشاهدينا في كل مكان، يوم جديد وحلقه جديده من إن بوكس على قناه صدى البلد. النهارده كالعاده كده يكون معانا فقرات حلوه ومختلفه، بس قبل اي حاجه اسلم على شريف. ازيك يا نوره؟ عامل ايه؟ عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله، استفردت بيك اخيرا. ايوه بالظبط. اتخلي بس. ايوه بالظبط كده. يعني ايه؟ بصي انا مفيش نقر ونقير النهارده. ليه؟ خلاص كده بقى، خلاص. ده انت لوحدك. لا يعني هينفع؟ هينفع؟ لا لازم نخلي كده نعديها النهارده. نعديها. حلو قوي. النهارده هيبقى معانا ايه؟ النهارده في اخر فقراتنا هيكون معانا المستشار احمد فوزي حجازي، هنتكلم معاه عن العيوب اللي بتواجهنا في اي شراء منتجات بنشتريها من الشارع. خليكم معانا في اخر فقراتنا، وهي ما يسمى بالعيوب الخفيه في المنتجات الكهربائيه او ما يليها. بالظبط كده. واي حد برضو عنده اي استفسار قانوني تقدروا ان انتوا تبعتوا لنا مسج او تكلمونا خلال الفقره. اما في فقرتنا الثالثه فهيكون معانا النهارده يعني موهبه فنيه كده جميله، وفقره هنستمتع فيها بغنى حلوه قوي من مطربه شابه اسمها لميس امين. هنعرف بقى تفاصيل كده مشوارها الفني، وخصوصا ان هي عندها 19 سنه لسه صغيره شويه، فاكيد هيكون صوتها حلو وحكايتها كمان مختلفه. خليكم متابعينا لحد الفقره الثالثه. الفقرة الثانية معانا موضوع هو مهم جدا 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 بخصوص الأطفال اللي بتاخد الموبايلات وتقعد تلعب عليها بالساعات من غير ما نكون احنا متابعينهم، واحنا كمان هنا في إن بوكس اتكلمنا كتير جدا عن الموضوع ده، وبقت آخر المواقف اللي بتحصل إن الأطفال بيسحبوا من الكريدت كارد من خلال الجيمز اللي بيلعبوها. خليكم معانا، هنتكلم عن الموضوع ده في الفقرة الثانية. حلو قوي. دلوقتي بقى حابين ان احنا نتكلم معاكم كده عن موضوع هو يخص السوشيال ميديا، ويمكن بالتحديد انستغرام. يمكن ناس كتير من اللي بتحب ان هي يبقى عندها فولورز كتير او عامه ليها اهتمامات على السوشيال ميديا بيبقى شاغلها دايما سؤال، يا ترى مين اكتر حد في العالم عنده فولورز على انستغرام؟ عمرك سالت نفسك السؤال ده؟ والله لا، السؤال ده يعني عمره ما جه في دماغي. يعني ممكن واحد بيشغل دماغه مثلا باللي حواليه، ممكن اللي بيشوفهم في مصر كده، لكن ان انا اسال بقى لا مين اكتر حد في العالم، دي ما حصلتش. لا، في ناس بيكون عندها الشغف ده ان هو يا ترى مين اكتر حد في العالم، ويا ترى كمان عنده كام فولورز على انستغرام. طيب خلينا نقول لكم انه نجم الكره البرتغالي كريستيانو رونالدو هو اكتر واحد في العالم عنده فولورز على انستغرام، وصل عددهم تقريبا ل 309 مليون متابع. ويمكن ده خبر جديد يا جماعه، لانه كان المتصدر قبل كده من 3 سنين. طيب. إيه انت بقى انت من طيب من 309 فولورز؟ لا في ايه يا شريف؟ خلينا نكمل الجمله يا شريف. معلش جالي الفضول، يعني جالي الفضول لازم اسالك. لا انا مش من الناس اللي بتعمل فولو اصلا لناس، يعني بعمل لصحابي بس ما بعملش المشاهير. لا اي مشاهير خالص. يعني ما بحس اللي هو هبص على ايه، ما انا يعني بحب اتفرج اكتر على شغلهم، ان انا اتفرج على لو فنان ممثل، لو مطربه اسمع صوتها، لو مثلا اهو ده دلوقتي اللي على الشاشه ده الرانك. بس فمش بيبقى شاغلني قوي اعرف هما بينزلوا ستوري عامله ازاي. أيوة، او في حياتهم الشخصيه. انا جالي السؤال الفضولي ده وانت بتتكلمي، معلش. طب كمل انت بقى الجمله. لا انا خلاص، انا اسف، ما اقدرش. خلاص ما اقدرش. قول لنا، طب كان مين المتصدر قبل كريستيانو؟ اللي كان متصدر طبعا قبل كريستيانو الممثل والمصارع العالمي داروك، كان قعد فتره كبيره جدا، اكتر من سنه تقريبا، حوالي 3 سنين قعد هو المتصدر رقم واحد على السوشيال ميديا. كمان المميز في الموضوع ده ان التصدر والارقام اللي بتبقى موجوده من خلال الفولورز او المتابعين ده بيفرق في الحجم حجم الاعلانات اللي بتتعمل ليهم. يعني بيجي لهم مثلا عروض اعلان عن منتج، عن اي شيء حد حابب يعمل اعلان، فطبعا الترتيب بعدد المتابعين ده بيفرق في الارقام، وبيفرق كمان في نسبه الريتش، يعني نسبه الوصول للناس في العالم كله على السوشيال ميديا. بالظبط كده. وطبعا معروف انه زي ما انت قلت كده، انه مثلا لو حد عايز يعمل اعلان لمنتج معين، صح، فبيقوموا باعتين هديه، وممكن تبقى مش بس هديه، ممكن يبقى في مقابل مادي كمان لحد مشهور او حد عنده فولورز كتير، ويطلب منه ان هو يعمل له ريفيو. بس انا عايز اسالك قبل ما نخش في تفاصيل الحسابات دي، لما انت بتشوف نجم معين او فنان او وات ايفر يعني ماشي عامل ريفيو عن منتج معين، هل بتصدق؟ يعني هل ممكن يشدك ان انت تجرب الحاجه دي او تشتريها، ولا بتبقى عارف انه ده كده كده اعلان؟ بصي والله، هو في الاول او في الاخر خلاص انا عارف ان ده اعلان بيتعمل، بس في ناس دايما ما بتوقفش على اي اعلان. يعني في ناس معروفه على السوشيال ميديا مثلا ان هم عارفين ان هم مش هيوافقوا على اي اعلان، فدايما حاطين تارجت ان هو هيعملوا عن الحاجه دي، فبيعملوا عنها سيرفي حلو قوي، بيعملوا عنها ريسيرش حلو قوي، يفهموا هيطلعوا للناس عندهم
ايه. ففي ناس معينه انا ممكن اصدقهم، وبخش كمان على البيج اللي هو عامل لها ريفيو او عامل لها اعلان، بخش ادور الموضوع ده اصلا اساسه ايه، المنتج ده ايه، يعني ما بخشش كده على العمايل. انا بيفرق معايا اكتر الريفيوز الحقيقيه اللي هو ناس استخدمت الحاجه بالزبط. دي او ناس اشترت المنتج ده. بس ممكن لو في حالات المشاهير بحب مثلا اشوف الريفيوز بتاعتهم على اوتيلات، على اماكن في السفر، الحاجات دي بحس ان هي يعني ما فيهاش فيك قوي، او ما فيهاش اللي هو مش هيبيعوا لي حاجه انا مش هقدر اتاكد منها او مش هقدر ان انا اشوفها ببساطه. هروح المكان ده لقيته فعلا زي الستوري فتمام انا مكمله فيه، لقيته ان هو مختلف خلاص همشي يعني، فاهم قصدي ايه؟ غير لما اجيب منتج بمبلغ معين واتدبس فيه على طول. هم تقريبا كده بيبقوا وصلوا اللي هم عايزينه، ان انت تروحي تتفرجي يعني. هم لازم بيبقوا اما بيجوا يعملوا اعلان لمنتج او حاجه وفي كود معين تستخدمه. أيوة. مش عارفه كود ده فين الكود يا جماعه؟ شريف 65. ايوه بالظبط، هتاخد 10% خصم بس اعمل سوايب اب للسكرين تلاقيهم دايما ده المعتاد دايما. فلا هو الموضوع فعلا زي ما انت بتقولي، انا ممكن اروح واشوف المنتج او اسمع بقى الراي في الشارع، اشوف الناس كاتبه ريفيوز ماشيه ازاي. دي حاجه طيب حلوه. طيب يا جماعه خلينا نقول لكم كده بعض الارقام. طبعا هنقول لكم مين زي توب 10 كده على انستغرام، اكتر عدد من الفولورز، وكمان بعض الاشخاص بياخدوا كام مقابل الاعلان الواحد او البوست الواحد على انستغرام. مش عايزين نتخض بقى ماشي؟ يعني مش عايزين كريستيانو رونالدو طبعا بما انه اكتر حد عنده فولورز في العالم، فاي بوست بينشره على حسابه بياخد قد ايه بقى يا جماعه؟ تخيلوا كده. يعني احنا كنا مش عارفين نقرا الرقم. مليون و600,000 دولار. ما شاء الله. ده في البوست. في البوست الواحد. يعني احنا مش بنتكلم انه كريستيانو بقى هيطلع في التلفزيون يقول لنا حاجه، لا ده هينزل بس بوست عنده. صح. سواء للمنتج او وهو متصور جنب المنتج. ايوه بالظبط. او عمل لو عمل اعلان لحاجه ده حقيقي بتبقى 1,600,000 دولار. رقم حلو قوي. طب انت ايه طيب؟ يعني شايفه لو انت مثلا دلوقتي هتعملي زي كريستيانو رونالدو. هاخد كام؟ 10 جنيه. كل اللي يجيبه ربنا كويس. لا يعني ما افتكرش ان انا هوصل يعني ما شاء الله. طيب. 309 مليون متابع. يعني لا يعني ما شاء الله رقم مش مصر بس، يعني احنا هنا عندنا مثلا 100 مليون او اكتر شويه، انت متخيل يعني ايه 309 مليون حوالين العالم؟ بالظبط، عدى اصلا تعداد مصر كله، فده ده رقم كبير قوي. طيب خلينا نكمل معاكم الترتيب، هيجي دلوقتي في المسابه المركز الثاني ذا روك، المصارع العالمي والممثل العالمي طبعا، وبياخد كمان في الاعلان لمجرد ان هو يعمل بس بوست 1,1 مليون دولار. برضو هي الارقام كلها كبيره، يعني هنتكلم عن 10 مراكز فهي الارقام كلها كبيره يعني. ولما بيعمل بوست قايلين قد ايه ولا لا؟ البوست ما هو البوست بتاعه هو اي اعلان هينزل عنده على السوشيال ميديا 1,1 مليون دولار. حلو قوي. طيب المركز الثالث، يعني انا مش عارفه حسنا قلبناها توب 10 فعلا. يعني المهم ثالث حد عنده اكتر فولورز على انستغرام هي المغنيه والممثله اريانا جراندي، وهي عندها طبعا 28 سنه ولكن بيتابعها حوالي 248 مليون متابع. انا الرقم فاهم. ايوه بالظبط. تحس ان انت بتتوتر كده وانت بتقول 248 مليون متابع، ويمكن ده بيخليها هي الاكثر شهره ما بين المطربين والمطربات على انستغرام، واي بوست عندها بتعمل له اعلان بتاخد عليه 1.1 مليون دولار. يعني تقريبا احنا مش هنعرف نذاكر الارقام دي. يعني احنا حاولنا نذاكر الارقام دي يا جماعه قبل الحلقه بس احنا فشلنا فشل ذريع. ان احنا هو يا جماعه كل حد احنا بنتكلم عنه دلوقتي هتلاقوه ظاهر قدامكم على الشاشه بعدد الفولورز اللي احنا بنتكلم عليهم. ايوه بالظبط مظبوط. مين بقى طيب بعدها؟ طيب هيجي بعدها بقى الممثله الامريكيه والمغنيه طبعا سيلينا جوميز، بتاخد لا بعدها كايلي. كايلي؟ شفت في كايلي انت مركزه معاهم. ايوه. طيب هيجي بعديها في المركز الرابع نجمة التلفزيون طبعا كايلي جينر، وهي بتاخد حوالي 1,049 مليون دولار مقابل نشر اي بوست، وعدد الفولورز بتوعها 245 مليون متابع. كمان يا جماعه احنا عايزين نقول لكم ان كل المتابعين دول لما اتعمل الاحصائيه يعني اكتشفنا ان هم حقيقيين 100%، ان في ساعات بيبقى في حاجات تبقى فيك وحاجات مش حقيقيه. في ناس بتبقى شاريه فولورز بالظبط، لكن لا يعني التوب 10 اتعمل عنهم ريسيرش في العالم كله علشان يخشوا في التوب 10 فعليا من خلال شركه انستغرام او اي حاجات للسوشيال ميديا، لا اكتشفوا فعلا ان مفيش اي حاجه فيك فيهم. يعني قول سيلينا بقى بالمره عشان كان نفسك تقول سيلينا. خلاص بقى يعني بحبها بصراحه.
المغنية الممثلة الأمريكية سيلينا جوميز بتاخد حوالي 1.46 مليون دولار في البوست في الإعلان اللي بتنزله عندها على صفحتها على السوشيال ميديا، وبيتخطى المتابعين 241 مليون متابع عندها على صفحتها على انستغرام. بس انا ما كنتش اتخيل ان كل دول قبل كيم كارداشيان، يعني انا بالنسبه لي انه اكيد في ناس كتير قوي بتتابع كيم كارداشيان. في ناس ما دورناش عليهم. بالظبط. بس يعني اتفاجئت. أيوة بس بالزبط. يعني ما بعدتش كتير عنهم بعد سيلينا، هي نجمه تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، واللي بيتابعها 233 اكيد مليون، يعني مش هقول 1000، 233 مليون متابع على انستغرام. بتاخد مقابل اي حاجه بتعمل عنها اعلان 1.02 مليون دولار، برضو ما بعدتش كتير قوي. يعني بالظبط، يعني كلها يا جماعه حاجات في الملايين بالدولارات. بالظبط. الموضوع يعني معقد شويه، واحنا هنخلص الفقره دي المتعبه، دي فقره متعبه يا جماعه. طيب هيجي في المرتبه السابعه طبعا النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، ومتابعينه بيوصلوا 225 مليون، وبياخد في البوست او في الاعلان عنده 840 الف دولار. وصلنا للألف، الحمد لله. بعد نزلنا كفرنا الملايين. ايوه بعدنا عن المليون بقى شويه، مش مصدقه نفسي. بعد كده طبعا المرتبه الثامنه بتيجي المطربه بيونسي، وبعدد متابعين 190 مليون متابع، واي بوست كمان بتعلن عنه بتاخد مقابل 830 الف دولار. الحمد لله الحمد لله. انا اتخضيت مره كنت قلت مليون. عارف ايه الفلوس؟ قلت كده ليه الفلوس؟ ايه ده؟ دخلنا في الالافات يعني 830 الف دولار، يعني دي ارقام بسيطه قوي. طيب المركز التاسع والقبل الاخير لممثل والمطرب جاستن بيبر، وعدد متابعيه 181 مليون فولور، وبياخد مقابل اي اعلان 810 الف دولار. اخر بقى حد هي عارضة الازياء الامريكيه كيندال جينر، بعدد متابعين 173 مليون متابع، وبتاخد مقابل الاعلان 760 الف دولار. الحمد لله انا احنا خلصنا القائمه دي. انا صدعت. صدعت انا مش مصدقه الارقام. بس انا هقول لك على حاجه، يمكن في الفتره الاخيره قبل كده الناس كانت معتمده على فكره الاعلانات، ان انت لو عايز تعمل اعلان عندك حاجات محددة قوي، إما في الجورنال يا إما في التلفزيون يا إما على الراديو. بس مؤخرا مع تطور السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بقت يعني زي ما بنقول مساحة لأي حد عنده منتج أو أي حد عايز يعمل ماركتينج إن هو يستغل السوشيال ميديا في الموضوع ده. بس اللي بقى جديد شوية موضوع الناس البلوجرز أو المشاهير أو أي حد عنده فولورز كتير، إنه دول بقوا يعتبر يعني منصه كده رابعه جنب التلفزيون والراديو. بالزبط. والوسائل عامه المقروءه او الحاجات دي. مزبوط. ان هو ناس بجد عندها قوه تاثير مش طبيعيه، وبتشوف اي مكان مثلا يعني بعت او عمل انفيتيشن لحد من الانفلونسرز او المشاهير بتلاقي بقى اقبال رهيب، والمكان ده بقى خلاص بقى اشهر. بالزبط. حاجه في مصر، رغم انه ممكن يكون فيه زيه كتير. فبقت حاجه مهمه ومؤثره، بس بقلق شويه من فكره المصداقيه. ما هي حته بالمصداقيه دي زي ما انا كنت بتكلم معاكي، ان انت لازم هتروحي تجربي. مع الوقت لو انت متابعه حد معين فخلاص هتبتدي تعرفي ان هو مش بيعمل اي اعلان وخلاص. اوكي، حتى لو ده شغله وده مصدر دخل ليه او اي حاجه من الكلام ده، لكن برضو في الاول او في الاخر مع الوقت هتقدري تعرفي ان ده بيقبل اي حاجه، يعني شغله وخلاص، ولا لا يعني ماشيه شغل ومصداقيه. طب قول لي انت قبل كده يعني شفت اعلان لحاجه على السوشيال ميديا واشتريتها او رحتها طلعت اي كلام؟ والله انا مره واحده بس انفلونسر كان عامل كده مصور اكلي كده وبتاع، فانا عجبني الموضوع قوي فرحت جربت. والله هو كان شرحه للموضوع ان المكان فكرته جديده، بيعمل فرايد تشيكن بطريقه معينه مثلا، ما اعرفش معاه. انا بجد بقيت حاسه ان مصر كلها اي حد عايز يفتح بيزنس يلا فرايد تشيكن. أيوة. بس ليه؟ وجبن يعني. أيوة ونافوره الجبن بس. بالظبط. فانا كان عندي فضول ان انا اروح اجرب، بحب الفراخ جدا طبعا، فقلت لا انا هروح اجرب. بس هو ما قالش بقى في الستوري ان الموضوع مثلا احلى حاجه واحلى اكل هتاكلوه ولا اي حاجه، قال لك في فكره جديده بيقدموها هنا وعاملين اوفرز حلوه. فاللي عمله رحت لقيته. ممكن اكون ادي تقييم مثلا المكان 70 او 80% من ناحيه الطعم والجوده، لكن في الاول او في الاخر الانفلونسر ده انا احترمته. دي الحاجه الوحيده اللي انا رحت جربتها يعني لما كنت فاضي يعني. بس يعتبر عندك حظ، لانه في ناس كتير اما بتروح بتلاقي الواقع مختلف تماما. طبعا. انا يمكن من الحاجات مثلا اللي انا مش اتخميت فيها بس مشيت وراها وما لقيتهاش زي الحقيقه، بس هي ما كانتش
حد بيعلن عنها. انت عارف في بيدجات كده على الفيسبوك بتلاقيهم مثلا يقول لك المكان ده وبيعمل مش عارفه ايه والقعده هتبقى عامله ازاي الحاجات دي كلها. كان من كام سنه يشوقك قوي في البوست خلاص في الكتابه والصور. ايوه فمره شفت كده كان اعلان لمكان قال لك بقى جزيره وسط الميه عادي هنا في القاهره جزيره وسط الميه وهتروح مش عارفه المكان بفلوكه وبعدين تقعد والقعده العربي والاكل هيجي لك ايه والحاجات دي كلها. انا رحت فعلا جزيره وسط الميه وفي فلوكة بجد بس هو المكان زحمة جدا حلو ولما تروح هناك بجد كمية حشرات مش طبيعية طبعا وناموس جزيرة ومية طبعا وحاجات كده السيرفيس وحشة جدا. يعني انت يعني انا طلبت اكل ماشي بس حلو. قعدت مثلا بتاع ساعة الا ربع عشان اطلب الاكل وبعد كده ما جاش مثلا بعدها بساعة وربع وكل ده انا قاعدة ما بعملش اي حاجة مش لاقي مكان أصلاً. يعني بجد كان من أسوأ الأماكن اللي أنا رحتها في حياتي وفي الآخر مشيت من غير ما أعمل أي حاجة من غير ما أشرب حاجة ولا أكل أي حاجة مشيت لأنه خلاص المكان وحش جدا. برضو الحاجات اللي بتبقى رخمة شوية في الموضوع ده عارف أنت الصور المنتجات على السوشيال ميديا مختلفة شوية في الحقيقة طبعا بيبقوا مهتمين أصلا بالمنتج وهو بيتصور بالزبط. يتعمل إزاي ويتعرض إزاي واللي جاي يصور فاهم هيعمل بالزبط. إيه بالظبط. فمرة طلبت حاجة المفروض اللي هي عارف يكتب لك كده منظم المكياج هي حاجة كده المفروض ان انت تحط جواها الميك اب وكده وبتبقى متقسمة يعني فطلبتها فطلعت قد كده اهو فلحد دلوقتي انا مش عارفة اعمل بيها ايه يعني بس خلاص المهم ان انا جبتها يعني هتشيل ايه ولا ايد يا جماعة يعني خلاص هتشيل ذنوب بس طيب بص احنا قعدنا نتكلم في موضوع السوشيال ميديا والحاجات دي كلها احنا مش يعني مش هنخلط فيعني مش عارف مش عارف مش عارف اقول لك ايه طيب يعني احنا حاولنا كده ان احنا نقول لكم مين اكتر بالزبط. المشاهير على السوشيال ميديا اللي عندهم فولورز كتير وطبعا المقابل المادي اللي بياخدوه لاي اعلان. دلوقتي بقى حابين نتكلم معاكم عن حاجه برضو هي ليها علاقه بالتكنولوجي والانترنت عامه او الاونلاين جيمز دي بقت كارثه دلوقتي خلاص في كل البيوت. يمكن احنا قبل كده بنتكلم عن تأثيرها سواء على الأطفال أو حتى الناس الكبيرة ويمكن في مشاكل كتير بتحصل في البيوت دلوقتي بسبب أنه الزوج على طول قاعد ماسك الموبايل بيلعب والحاجات دي بس بحيث. النهاردة هنتكلم عن واقعة يمكن حصلت وتخص الأطفال أكتر بسبب الأونلاين جيمز. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن طفل مسك تليفون بابا وقاعد بيلعب عادي جدا طبعا بابا لقاه ساكت فلما صدق قال لك يلا يا حبيبي اتبسط بقى اقعد كده ومفيش اي مشكله بالظبط. فهو لمجرد ما حل عن دماغه فهو غرمه 1800 دولار. اتفاجئ الشخص ده ان ابنه وهو بيلعب قاعد يسحب حاجات زي كوينز او اي حاجه للجيم اللي بيلعبه علشان يكمل في الجيم ان هو سحب 1800 دولار من الفيزا بتاعته. طبعا البنك كلمه قال له ان في المبلغ ده اتسحب. طبعا الكارثه ان الراجل اضطر بالظبط اضطر ان هو يبيع عربيته في الاخر علشان يسدد للبنك. وطبعا لما عرفوا الشركه اللي ماسكه الموضوع كله عرفوا المشكله سددوا له 253 دولار 285 تفرق مع الراجل ال 30 دولار ايوه بالظبط. هو الرقم اصلا قلت لك بس عارفه واحنا قاعدين كده يا جماعه قبل الهوا قلت لها بس يعني ده اللي قدروا عليه ف ايوه بس لا كتر خيرهم لانه ما حدش في العادي بيعمل كده اللي هو انا حاجه اتسحبت من عندي انا مش مضطر بقى ارجع لك الفلوس دي سواء غلطه من عندك او عندك طفل صغير انا ماليش دعوه يعني حقيقي. مصلحه وجات لي زي ما بيقولوا مبلغ كبير والراجل ما كانش هيعرف لولا انه الشركه كلمته وطبعا بعدها قالت تحذير للاهالي انه خلوا بالكم من الاولاد لما يكون معاهم الموبايل او هم بيلعبوا جيمز عامه على الموبايل. ويمكن ده بيحصل عندنا هنا في مصر سواء احنا كنا لسه بنتكلم من شويه سواء معانا او مع الاطفال الصغيره ان انت مثلا ممكن وانت قاعد على الفيسبوك او بتلعب جيم بس اونلاين يجي لك حاجات كده المفروض ان انت بتتوتر قدامها انت عايز تدوس اي حاجه عايز تقفله بتدوس اي حاجه فتلاقي نفسك بعد شويه انه اتسحب منك فلوس وخصوصا لو حاطط الفيزا بتاعتك او ديبت كارد ده انا حكيت لك الموضوع ده ان حصل معايا فعلا ان انا قاعد بتفرج على فيديو كمان فبدل ما ادوس سكيب ان اعدي يعني اعدي الحته دي فدوست معرفش على زي ابلكيشن او حاجه بعدين لقيت فجاه البنك بعت لي يقول لي مثلا اتخصم منك مبلغ كذا. وكان برضو بيحصل في بعض الاحيان انك بتلاقي نفسك من خلال الموبايل انك مثلا بتتصل بحد دوست على حاجه غلط بالصدفه تلاقي نفسك نازل على الفاتوره ارقام معينه. فطبعا دي بتحصل من خلال الموبايلات اللي في ايد الاطفال صح. ممكن تتحط في أي موقف محرج ممكن تلاقي نفسك فجأة الفيسبوك بتاعك مثلا عمل آد لحد بالغلط نزل صورة شخصية ما هو الطفل قاعد لو كلنا بنشوف صوابع الأطفال ما مش, 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 مش منظم في الدوسة هو عايز يلعب وخلاص عايز أي حاجة فيها ألوان وخلاص. ف
فطبعا ممكن تعمل لك كارثه كبيره. صح. يعني صح. اقول لك على شويه كوارث برضو من الاطفال بيعملوهم، بس بعد ما ناخد راي شيرين. الو الو، ازيك يا شيرين؟ الحمد لله، انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله كله تمام. ازيك يا شيرين، ايه اخبارك؟ الحمد لله كله تمام، الحمد لله الحمد لله. قولي لنا يا شيرين، هل اتعرضتي لموقف الاول؟ عندك اولاد ولا لا؟ اه الحمد لله عندي ولد وبنت توأم، ربنا يخليهم لك. ان شاء الله. طب قولي لي، حطوكي قبل كده في مواقف انه ممكن مثلا تبقي مديه لهم الموبايل بتاعك او حاجه ويعملوا حاجه بالغلط؟ عامه مش شرط سحبك. عملوا ايه؟ عملوا كتير. لا كتير. موضوع مبدئيا هو الهوت سبوت ده اساسي. انت بس اختفي عن التليفون كده دقيقه هتلاقي الهوت سبوت ايه. مع ان انا شخصيا الهوت سبوت بالنسبه لي ما اعرفش اتعامل معاه خالص يعني. هما لازم يكون داخلين على الانترنت يعني. الانترنت ده حاجه اساسيه. وبيع وشراء بقى، وبنشتري حاجات وبنشتري كروت شحن للعبه تانية ايه علشان اكتب فيها ايه في البلاي ستيشن. فمواضيع تانية كتيره يعني. من مفاجآت. ما هو ده نفس الموضوع، نفس الواقع اللي كنا بنتكلم عليه، ان الطفل اللي يعني غرم باباه 1800 دولار مره واحده من غير ما يحس، وده رقم كبير. ده حقيقي. ونروح بقى نشحن ايه وبتاع، وعشان نعلي نعمل ابديتنج للعبه وبتاع وحاجات كده غريبه ومريبه يعني. بس حاجه يعني فظيعه فعلا يعني. طب هل يعني غرمتي مبلغ كبير قبل كده ولا بتيجي في حاجات بسيطه؟ لا الحمد لله انا متحكمه شويه في الموضوع دوت كويس، فالدنيا الحمد لله معايا لطيفه. بس انا اعرف ناس كتير يعني زي ما انت ما قلتي كده بيدفع مبالغ مهوله يعني. وحاجات بالغلط، وحاجات دخلنا اشترينا اي حاجه واحنا مش فاهمينها اصلا. أيوة كده، وتلاقي نفسك الكريدت كارد ما شاء الله يعني ساحب حلو يعني. طيب يعني هل بعد كل ده، طيب حطيتي مثلا ميزانيه شهريه مثلا للاطفال؟ مش ميزانيه، ده يتسحب يعني منهم التليفونات ومفيش موبايلات تاني. ولا ايه اللي حصل؟ عايز اعرف يعني، قولي لي. لا هو موضوع الانترنت احنا يعني حددنا بقى ان احنا كنت كنت الاول كنت اشحن وخلصنا. خلصته في ايه؟ في ايه؟ ليه؟ لحقنا في ايه يعني؟ تمام. ومع الوقت طبعا غرمت فلوس حبه حلوين. بعد كده جيت قلت لهم لا ما احنا البادجت بتاعتنا كذا، فاحنا هنلتزم بكذا. خلصتوها من بتاعتكم، ما خلصتوهاش ماليش دعوه، ما انتوا يعني حرين مفيش اي مشكله. فكره بقى ان انت تيجي تقول لي انا عايز اعمل ابديتنج للعبه بتاعتي، فعلشان يجي لي اسلحه ولا يجي لي مش عارف ايه، مالي ومال اسلحه؟ مالي مشكلتي دي؟ فلا الموضوع دوت عملتها مره. تاني مره بقى كنا بنضرب في بعض يعني. انا عايز اعمل ابديتنج وانا اقول له لا، ضربنا في بعض بقى خناق بقى. خناق، انت مش حبيبي بتحبنيش ومش عايزاني ابقى شاطر. شاطر؟ مش مصدقه يعني. زمان كانوا يعني بيطلبوا مسدس، البنت تطلب عروسه. أيوة الحاجات اللطيفه دي. ايوه هو طالب برضه، هو طالب ده برضه مسدس، بس مطالب بقى مسدس بقى على اعلى مستوى عشان يعرف يقتل كويس. لا انا بتكلم انه مسدس في الحقيقه، قطر الحاجات، فاهمه الالعاب اللي احنا كنا بنلعب بيها؟ ما بقتش تستاهل الحاجات دي خالص. لا لا تعالى يا حبيبي معايا النادي، ما فيش نادي، احنا قاعدين بقى بنلعب بلاي ستيشن. بس ده غلط جدا يعني. انا بحس ان هو يعني بيخلي الولد اولا في عزله كبيره قوي، ان هو طول الوقت ماسك الموبايلات، غير تاثيرها بقى على العين وعلى المخ، وغير الوقت اللي بيضيعه وقت طويل جدا. فبحس انه ليها تاثير سلبي كبير قوي. انا عايز اقول لك ان هتلاقيه ممكن بيلعب مع اصحابه، لو حضرتك سالتيه هتلاقيه بيلعب، كان بيلعب مع اصحابه اكيد. طبعا ده يبقى احسن حاجه في الدنيا ان هو بيلعب مع اصحابه يعني. ده انا بالنسبه لي لحد ما انا في مره دخلت لقيته بيدي بيانات من الناس ما نعرفهاش. يا نهار ابيض، اونلاين بقى ومفتوح. لا بص انت بتضحكي ازاي؟ انت محتاجه تقطعي عنه كل حاجه. ازاي داخله شاده كل حاجه؟ لا انت محتاجه فاهمه لحد بس ما يكبروا كده يبقوا فوق 16 سنه تقطعي كل ده. احنا نقفل القروض خالص يعني، اي حاجه لها علاقه بالبنك نقفلها. اي حاجه ليها علاقه بالفلوس نقفلها خالص. اي حاجه ليها علاقه بالانترنت تتقفل بصراحه. لا هو مش بس الفلوس، هو بس موضوع انه يعني الانترنت كله بيانات، بياناته بتضيع. أيوة حد غريب. أيوة طبعا يعني. ما انا عارف. بس انا بقول يعني ما نوصلش للبنك وما نوصلش للفلوس وارقام الكروت والحاجات دي يعني. شكرا ليك. لا شكرا ليك يا شيرين، نورتينا. كملنا على اولادك. باي باي. مصايب. تعرف يعني ايه ابنك يبقى قاعد؟ بقول لك ايه، كان في مره مش عارفه انا، بس عشان افتكرت حاجه، مره كنا على الجروبس اللي هي بتاعت البنات دي، فكانت واحده كاتبه انه المواقف اللي انتوا اتحطيتوا فيها مواقف محرجه من خلال ولادكم. فكانت واحده كاتبه انه ابنها، هي دخلت يعني دخلت تاخد شاور او حاجه كده وسابت تليفونها بره. فابنها قام فاتح التليفون وقام طالع، مش فاكره طالع لايف ولا كلم حد فيديو كول، وقام داخل ماما خدي مش عارفه خاله عايز يكلم. الحمد لله جت في خاله. الحمد لله ان هي جت في
دي جت في خياله الحمد لله بس يعني. بس يعني تخيل لو جت لحد غريب يعني الموقف مش لطيف. غير طبعا ان هم ممكن يبعتوا صور بالغلط، رسائل بالغلط، حاجات شخصيه بالغلط. بالظبط بالظبط. مش يعني مش حلو او مش يعني، لازم كنترول اكتر. اه طبعا يا جماعه بعد اذنكم وبعد اذنكم لازم تبقوا حريصين جدا مع الاطفال. يعني لو هتديله يلعب بالجيم ما تسيبوش ياخد الموبايل ويروح بيه على جنب وتحس ان هو قاعد ساكت. اول ما تحس بهدوءه الكبير اللي هو مش معتاد اعرف ان في كارثه بتحصل. يعني انا اصل عندنا اطفال كتير في العيله، فاول ما بنلاقي في صمت اللي هو الواحد كده زي ما بيقول كده ترمي الابره ترن في المكان، تعرف هتقول ان في مصيبه. وفعلا عمرنا ما رحنا شفنا الموضوع غير لما لقينا في مصيبه او على الاقل لو انتوا عايزين. بصوا انا ضد اصلا انه يبقى الموضوع كونسبت الموبايل موجود 24 ساعه طبعا. يعني ممكن ابقى مخصصه له وقت في اليوم ان انت هتلعب فيه او هتمسك الموبايل فيه، بس حتى لو اضطريتوا ممكن موبايل او ايباد او حاجه تكون ما فيهاش يعني شريحه، تكون عليها جيمز معينة أو تكون عليها حاجات معينة هي دي بس اللي انت هتقدر تستخدمها، ما يبقاش تليفوني أنا الشخصي يعني. صح ده شايفها أقل الأضرار يعني. أنا معاكي جدا، بس نعرف رأي داليا. يا داليا ازيك؟ ألو عاملة ايه؟ ازيك يا داليا؟ اتفضلي. تمام الحمد لله، انت عاملين ايه؟ كله تمام الحمد لله. أنا بس عايز أحكي لكم على حاجة. يعني أنا عارفة إن أنتوا بتتكلموا على موضوع الأطفال وأنا شفت يعني أطفال كتير بيعملوا الحوارات دي، بس أنا عايز أحكي لكم على حاجة حصلت معايا وإحنا زمان بقى وإحنا صغيرين. بما إن أنتوا كنتوا بتتكلموا على إحنا بنلعب إيه زمان وبنعمل إيه. إحنا بالمناسبة زمان كنا بنعمل نفس الحاجات دي بس بالطرق يعني بطرق كانت موجودة متاحة ساعتها. يعني هقول لكم مثلا، فاكرين المسابقات اللي كانت بتقعد تتعمل في التلفزيون ولازم نبعت مسجات؟ فاكرين الحاجات دي؟ احنا دايما يا جماعه انا كنت دايما بسرق تليفون بابا وماما وبخلص الكريس بتاعهم كله واعمل نفسي بريئه ما عملتش حاجه وانا ما جيتش جنبه وشوف بقى شكل الاتصالات اللي انت تبعها بتتاكل ازاي وبتعمل ايه. مسج ال 5 جنيه دي صح والحاجات اللي لا وتليفون أيوة. البيت يعني انا تليفون البيت كان فيه ارقام، عارفه برامج مسابقات الغنى والحاجات دي، افضل اعمل فوت 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 لحد ما يقولوا لي خلاص وصلتي لحد الاقصى مش هينفع ان انت تكملي. انا بقى عايزه احكي لكم على حاجه معينه. فاكرين اللي هو البار اللي بيبقى تحت اللي فيه ناس بتتعرف على ناس؟ عارفه. وطبعا وطبعا في وقتها ما كانش بيحطوا ارقام ناس خالص، هم يا دوب كان مسجات بس. فانا بقى وفي واحد كنا اصحاب جدا وبنحاول بقى نوصل لبعض واحنا مش عارفين نوصل لبعض ازاي. فكنا نقعد نبعت مسجات لبعض ونحاول نقعد بقى نكتب بالحروف يعني نقول الرقم تليفوني مثلا بفواكه وحاجات كده والقناه ما تضيعش المسج دي فبعت تاني. فكنا بجد مضيعين نصيبنا كله على الموضوع. فحسيت ان الزمن بيعيد نفسه بس بقى بالتطور. مع تطور كبير قوي ده حقيقي. يا نهار ابيض. طب قولي لي يا داليا، هل دلوقتي يعني في حواليكي اطفال او حاجه حطوكوا في موقف شبه اللي احنا بنتكلم عنه؟ بصي هو انا شخصيا كنت بلعب حاجات وكنت ببقى محتاجه ليفلز معينه افتح بيها، محتاجه يعني ليفلز معينه كريس. او حاجه فحسيت ان الموضوع هيبتدي بقى انا بتسحب، فاهم؟ انا كل شويه عايزه ليفل بليفل اعلى بدفع فلوس اكتر، فاللي هو لا خلاص بقى عملت التوب كده والموضوع كان ابتدى يتحول معايا ادمان. فوقفت الموضوع شويه لحد ما خلاص بقى اتأقلمت على الموضوع. برافو يا داليا. نورتي بس. شكرا يا داليا، نورتي. ميرسي جدا. ويمكن فعلا زي ما هي كانت بتقول انه في دراسات علميه كتير اتعملت على القصه دي وبتقول انه خطر جدا موضوع انه الاطفال تبقى 24 ساعه بتلعب او ماسكه الموبايل او الحاجات دي، لانه فعلا ممكن يوصل لمرحله الادمان. وما بنقول ادمان هو احنا مش بنقول ادمان مجازا، لا هو بيبقى ادمان فعليا وبيكون كمان محتاج لعلاج لفترات. فيعني مش مضطرين ان احنا نوصل للمرحله دي طول ما في ايدينا ان احنا نعمل كنترول سواء على نفسنا او حتى على الاولاد الصغيرين. مظبوط كده؟ ده مظبوط جدا. طيب احنا كده نكون وصلنا معاكم لاخر الفقره دي، وبس احنا حابين نقول لكم هنا من خلال الانبوكس ان خدوا بالكم جدا على الاطفال وهم قاعدين بيلعبوا جيمز او بيستخدموا الموبايل، لان الموضوع خطر جدا 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 وممكن يحصل فيه مشاكل كتير جدا هتتفاجئوا بيها. هنطلع فاصل نرجع معاكم مع كده فقرة غنائية كده بقى نروق ونتسلطن فيها مع الفنانة لميس أمين. نطلع فاصل نرجع لكم على طول. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. يعني ما شاء الله يعني سنك صغير زي ما كان شريف بيقول، بس فعلا الاحترافيه اللي انت بتغني فيها وطبقات صوتك واسمها ايه وثقانك في نفسك ولا بتتقال ايه؟ الثقه بقى. الثقه في نفسك يعني كده تحسي انه حد كبير قوي. ربنا يخليك. احكي لي كده يا لميس، بداتي تغني من وانت قد ايه؟
انا ماما هي اللي اكتشفت موهبتي. انا بدات اغني من وانا صغيره جدا، يعني من وانا عندي حوالي 6 سنين او 5 سنين ان شاء الله. فكنت ببدا بالحاجات الخفيفه، انا طبعا مش عارفه ان انا بغني ولا اي حاجه، وماما بقى هي اللي اكتشفت ان انا بغني وكده، وبدات تنمي لي موهبتي. اوكي، يعني بداتي تغني فعليا امتى؟ فعليا بدات بقى من خلال المدرسه. لما اكتشفوني في المدرسه بدات اطلع على مسرح المدرسه وفي الاذاعه والحاجات دي، وبعد كده بقى الموضوع كبر معايا. حلو. طيب لميس، انت طبعا احنا عارفين انك انضميتي لاكتر من فرقه، بس ممكن يكون يعني نتكلم عن فرقه ايامنا الحلوه، انضميتي ليها ازاي واضافت لك ايه؟ اضافت لي كتير الصراحه. انضميت ليها ازاي؟ انا المايسترو محمد عثمان يعرفني من الفيسبوك. اوكي. فطبعا كان اول لقاء فعلي يعني لايف كان في اوديشن فرقه بنات مصر. غنيت وكل حاجه، وبعد كده من خلال فرقه بنات مصر اخدني معاه فرقه ايامنا الحلوه. طيب فرقه بنات مصر هي كانت فرقه نسائيه او يعني متخصصه كلها بنات بس، صح؟ ايه المختلف فيها يعني، او ايه اللي استفدتيه منها اكتر؟ المختلف فيها ان مايستر محمد عثمان هو قائد الفرقه. يعني هو قادر يصنع بينا روح جميله جدا، وقادر يوظف كل واحده للستايل المناسب ليها. اوكي. يعني مش مجرد فرقه بتغني، لا، احنا كل واحده فينا مميزه. احنا 22 بنت ما شاء الله، كل واحده فينا مميزه بحاجه غير التانية خالص. فيعني طب وايه الغرض ان انتوا كلكم تبقوا بنات؟ انا بحب كده يعني، انا من مصر المره، بس ايه الفكره انه لازم يعني بنات مصر ويبقى كلها بنات؟ معلش مش لاقي حاجه تخني عليها. التنوع يعني، التنوع يعني، احنا كلنا بنات بس اصواتنا مختلفه وستايلاتنا مختلفه، ففي تنوع. وبعدين في بنات كتير قوي اصواتها حلوه طبعا، فالمايسترو الحمد لله قدر يعمل فرقه بنات مصر ويدخل فيها الاصوات الحلوه دي، يكتشفهم من خلالها. حلو جدا. طيب يعني بمناسبه بقى الاصوات الحلوه، احنا ممكن نسمع منك حاجه، اي حاجه تختاريها كده جايه على بالك؟ ممكن نسمع ام كلثوم حاجه طبعا. رايقه طبعا، يا ريت.
يعني لميس ما شاء الله صوتك حلو جدا وصوت قوي كده. ربنا يخليكي. زي ما كنا بنقول انه تحسي ان انت محترفه وبقالك سنين بتغني. انت دلوقتي بتدرسي متهيألي الماني صح؟ كليه اداب. ليه ما فكرتيش ان انت تدرسي غنى او مزيكا او حاجه ليها علاقه بصوتك؟ غاويه بقى وجع قلب بقى ما تفهميش ليه. ليه كده؟ غاويه وجع الالماني بقى يعني الاجابه مشحونه جوايا لا انا بحب اللغات عموما يعني انا بهزر طبعا. انا بحب اللغات عموما والالماني بالاخص يعني. انا بحب الالماني بس هو لغه صعبه يعني. هو لغه صعبه الصراحه. انا درست فعلا في معهد الموسيقى سنه وبعد كده اتجهت للالماني يعني. ايه ده؟ انا افتكرت انه ايه ده شفتي واحده واحده علينا بقى كده. استني يعني عاده بيبقى مثلا الاهل عايزينك اللي هو تدخلي تدرسي خالص. حاجه في الجامعه تشتغلي بيها وده يبقى موهبه او انت تبقي يعني تقولي ان انا مثلا في المستقبل هبقى بدرس مزيكا او حاجه. بس ليه جربتي سنه ومشيتي؟ مش عشان حاجه قد ما انا يعني عايزه ابقى ضامنه حاجه برضو ثانيه بجانب المزيكا. ده حاجه يعني كومبليتلي كان اختياري انا بصراحه. فقررت ان انا ادرس حاجه تانية بجانب المزيكا وكمان ان شاء الله ناويه ارجع تاني للمعهد بعد ما اخلص دراستي الجامعيه كمان. اوكي يعني طيب. بس انا بحسها حاجه مهمه يعني بحسها مهمه طبعًا. لاي حد. وبعدين الالماني كمان مجال انا يعني انا حابه اثبت نفسي فيه وبحب جدا اللغه. ف يعني دي حاجه كانت والله كل اللي انا فاكراه من الالماني في جيت ثانك يو جود بس كده. انا كنت فرنش فانا ماليش دعوه في الالماني. كل دي لغات غريبه بالنسبه لي. طيب انت دخلتي يعني المعهد سنه واحده بس فرقت معاكي؟ حسيتي ان في فرق انك عايزه ترجعي تاني بعد ما تخلصي زي ما بتقولي؟ طبعا هو ده اللي شجعني ان انا ارجع تاني اصلا بعد ما اخلص. هو نظام المعهد العالي للموسيقى العربيه يعني مكان طبعًا. عظيم جدا واحسن مكان تتعلم فيه مزيكا شرقي اصيله أكيد. يعني سواء دكاترتي اللي عرفتهم هناك وافادوني جدا سواء صحابي كمان اللي عرفتهم هناك وبرده افادوني. طبعا اتمنى يعني فرقت معاكي في حته الوقوف على المسرح او في طبعًا. حاجه معينه مثلا في الصوت طبعا في الصوت. اتعلمت المقامات اتعلمت ازاي اغني صح. فالمعهد طبعا افادني جدا. اوكي طب انت بتعزفي كمان على الات ولا غنى بس؟ بحاول يعني امشي ايدي كده بحاول اعزف على العود يعني بدندن عليه شويه حاجات بسيطه يعني. بحس انه اللي بيغني شرقي قوي والحاجات القديمه لازم طبعا يصقل موهبته بالعزف اكيد. أوكي. طبعا فانا لسه بحاول. شريف معلش عايز اسمع حاجه. اتفضلي انا ما اقدرش اتكلم. ممكن تسمعيني حاجه؟ ما صدقت حد جالها النهارده والله ما صدقت. ممكن نسمع ايه مثلا؟ نسمع حاجه جديده طيب؟ الله ما شاء الله ما شاء الله. لميس قولي لي في اغاني بتشوفيها صعبه يعني؟ انا بحس انه الشرقي عامه بيبقى تفاصيله كتير بس انا ما اعرفش بوجهه نظر الناس اللي بتغني بيبقى ايه الاصعب لهم. هو الاصعب من حيث المذاكره بقى التفاصيل يعني لا يعني عايزه اتعلم فعلا واذاكر فالتفاصيل بقى تفاصيل التفاصيل يعني فهماني. فا طبعا صعب جدا المزيكا الشرقي صعبه تقيله طبعا. انت مايله للاغاني الكلاسيك اكتر؟ جدا. طب مين اكتر حد بتحبي تسمعينه من النوع ده؟ عبد الوهاب طبعا. واسمهان. اسمهان دي حته من قلبي بصراحه بحبها جدا. واسمهان وليلى مراد فريد الاطرش محمد فوزي
كل دول بس بالاخص صعبه جدا. لا وحاسه عارف اللي هو مش التقليدي برضه يعني عاده يعني كلهم طبعا اساتذه يعني طبعا وجيل مش هيتكرر بس تلاقي اغلب الناس يقول لك ام كلثوم عبد الحليم حافظ كده هي راحت بقى ايه الحته الثانيه محمد فوزي اسمهان الحاجات الكلاسيك شويه موضوع تمعن قوي يعني طب مين من الجداد بتحبيهم؟ مين من الجداد؟ اكيد انغام شيرين. لا بحب انغام جدا بصراحه بحب عمرو دياب قوي برضو بحب صابر الرباعي جدا 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 يعني اتمنى ان انا يعني اغني معاه اي حاجه ان شاء الله يبقى سامعك ان شاء الله دلوقتي كده لابس وتغني معاه يعني انا بوجه له رساله من هنا نفسي حقيقي اغني معاه دويتو او كده يعني. طب ليه صابر الرباعي بالتحديد؟ لان هو تكنيك الغنى بتاعه صعب جدا يعني الحاجات اللي بيقولها انت بتعمل ايه؟ صح يعني مطرب بروفيشنال جدا واحساسه كمان واحساسه رهيب طبعا جدا. دي حاجات بقى فنيه بتبقى انتوا اللي فاهمينها اكتر صح؟ المهنه بالظبط. لا انت حتى كمستمع انت وانت بتسمع صابر طبعا يا نهار ابيض في عالم تاني. طيب يعني بما انك بقى اتكلمتي عن الحاجات بقى اللي هي كلها طرب واصل بقى عايز اصدمك بالسؤال ده. اصدمني. ايوه أصدمني. انت ممكن تغني مهرجانات او شعبي او اي حاجه. مهرجانات السؤال انت حاسه المهرجانات على فكره انا مش عارفه ليه الناس عامله عامله فيها مشكله انا بحب المهرجانات على فكره كلنا بنحب المهرجانات يعني بحبها وبحب اسمعها مع الكلمات شويه بس في الفتره الاخيره حاسه ان هم بداوا يحسنوا الموضوع ده شويه فحاسه ان فن المهرجانات ما بقاش مش مستحب زي الاول. طب ايه اكتر مهرجان بتحبيه؟ بحب مهرجان بنت الجيران. بقول لك انت عارفه ايه اللي جاي؟ بحب الشعبي برضو. طب ايه ممكن لو هتغني دلوقتي حاجه مهرجانات او شعبي تبقى ايه؟ عايزين لو شعبي ينفع تغنى بشكل طربي ولا صعبه؟ لازم تمرين. يعني ليه 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 ليه؟ بقول لك مياله للحته دي يا حبيبي عايزين نهيص احنا شويه. حاضر. طب اغني لكم حاجه لعبد الباسط بما ان الشعبي ما يعني عبد الباسط هو التوب فانا هغني لكم حاجه لعبد الباسط. يلا هتخرجوني بره الكومفورت زون. بصوا هنغني معاكي. ماشي. صوتنا وحش الليل فارد سكونه والجو بونو بونو بطرف فعلا. انا قلت مهرجان المره الجايه بقى. ماشي اوكي يا لميس هسيبك في الحته اللي انت مرتاحه فيها. طيب قولي لي يا لميس نفسك تعملي اغاني بعد كده شكلها عامل ازاي؟ برضو نفس الفورم يعني مش هنخرج بره. حاجات كلاسيك. حاجات كلاسيك حاجات شيك يعني. طيب انت مش شايفه ان ممكن حاجات الكلاسيك والشيك دي مع تطوير المزيكا مؤخرا والحاجات كده ان هي تحس ان هي بقت يعني انتشارها بقى ضعيف او حاجه زي كده اللي بتواجهك؟ لا خالص بالعكس. في اغاني اصلا كده حاجات لانغام مثلا فيها برضو الفورم ده شويه. ايوه فاهم قصدك. السنس ده شويه. انا عارف طبعا الحاجات دي بتنجح. انا طبعا مش بقلل طبعا من نجاح اي حاجه لكن عارفه برضو مؤخرا اصبح ان الذوق العام في تحديث. انت فاهمه قصدي؟ عارفه تحس ان الزمن كله بيجري والمزيكا بتجري وكله بيجري والالوان بتتغير فانت ممكن شايفه عقبال ما تيجي تقدري تقدمي حاجه لجمهورك شايفه انك ممكن تنجرفي ورا حته معينه ولا هتفضلي برضو قافشه في الحته اللي هي الكلاسيك؟ هو بص ما يطلبه المستمعون برضو مهم. ما احنا يعني هو مهرجان وما سمعتنيش مهرجان. سمعكم اوكي. حضري مهرجان كده اول ما تقولي انا جاهزه يلا هنقول لك يلا عشان ما نفاجئهاش. ما يطلبه المستمعون مهم بس برضو حاجه تكون طبعا عجباني وحساها في الاول وفي الاخر يعني ممكن تروحي للون ده شويه وده بس برضو اللي انت مياله له اكتر هتفضلي محافظه عليه لكن طبعًا. لو الناس عايزه حاجه معينه هتقدري. طيب انت برضو وقفتي على مسارح كتير يعني مسرح الزمالك زي ما شفنا مسرح سيد درويش طبعا دار الاوبرا المصريه اللي بحسها هي حاجه بتعني كتير قوي لكل طبعًا. الناس اللي بتغني احكي لي كده عن كل مسرح فيهم وبيعني لك ايه؟ بصي اولا مسرح انا هبدا بمسرح الزمالك. مسرح الزمالك يعني هو طبعا المسرح اللي غنت عليه ام كلثوم وكمان انا اليوم ده اللي غنيت فيه مع مسرح الزمالك هي المره الوحيده يعني اللي طلعت فيها على مسرح الزمالك
وكانت مع فرقه ايمن الحلوه زي ما انتوا شفتوا. فيمكن عشان كده انا حابه المسرح قوي، المسرح ده بالاخص، لاني كنت مع فرقه زي فرقه ايمن الحلوه مع مايسترو محمد عثمان. تحسي بنجاحك والناس طبعا. وكمان انا اي مسرح يبقى فيه جمهور متفاعل معايا ومع اللي انا بقوله، فده يعني لي كتير يعني. اكيد الفكره مش في المسرح على قد ما الفكره في الجمهور اللي قاعد بيسمعك. صح مظبوط، التفاعل معي. طب عايزين بقى نسمع حاجه اخيره. حاجه اخيره للاسف. ممكن نسمع حاجه اسمها ان شاء الله. نورتينا جدا يا لميس، ربنا يخليك. يعني التوفيق ليك ان شاء الله كده، وفي كل خطوه انت بتعمليها تحققي كل حاجه نفسك توصل لها. شكرا ليك. جدا. خلصت فقرتنا، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هيكون منورنا المستشار القانوني احمد فوزي حجازي. خليكم متابعين. جه معانا مع الفقره المعتاده مع المستشار احمد فوزي حجازي، هنتكلم معاه عن العيوب الخفيه في اي حاجه بنشتريها في حياتنا، واي مشكله بتواجهنا في اي حاجه بنشتريها. سياده المستشار، ازي حضرتك؟ اهلا يا فندم. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. تمام؟ كله تمام. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا يا فندم، ازيك؟ الحمد لله بخير. طيب في البدايه كده، ايه هي العيوب الخفيه او معناها؟ تمام، العيوب الخفيه ده حضرتك بتشتري اي شيء، يعني تعرفها هو اي شيء ينقص او يغير من طبيعة الشيء اللي انت هتشتريه. انت بتشتري، مثال بسيط جدا، انا بشتري حصان على اساس انه هذا الحصان حصان عربي، وبعد ما جبته اكتشفت انه هو مش هذا الحصان، مش حصان عربي، ده عيب خفي انا ما اعرفوش انه اتباع لي على اساس انه حصان. عيب ينقص من طبيعة الشيء اللي انا شاريه ليه، او ما يوجدهاش. يعني انت شاريه شيء على اساس حاجة معينة، ما لقيتهوش، لقيت فيه عيب خفي انت مش تقدريش تشوفيه بعينك المجرده. اشتريت اي شيء، تمام، ينقص من قيمه الشيء ده. ندي مثال، حضرتك اشتريتي شقه وفوجئتي ان اللي باع لك الشقه دي العماره دي كان فيها شروخ وقايله للسقوط. وانت اشتريتيها، كارثه طبعا. انت المفروض بعد ما سلمك الشقه سمعت من الجيران، اكتشفتي ان العقار ده فيه ده عيب خفي انت ما كنتيش تقدري تشوفيه، او ما كنتيش تقدري تعرفيه. فهو العيب الخفي قانونا لامور ما كانتش موجوده اثناء، يعني انت شايفاها اثناء التعاقد، والامر ده يغير من طبيعه التعاقد لولا هذا الامر انت ما كنتيش اقدمتي. يعني انا لو اعرف ان الشقه دي العماره دي فيها شروخ كنت هقدم على الشراء؟ اكيد لا. لا طبعا. طب امال جمله اللي هو القانون لا يحمي المغفلين دي ما تنطبقش في الحالات دي ولا لا؟ شوفي، هي كلها شبه يعني داخله شويه في بعض. الحته اللي انت بتقوليها دي حلوه جدا، القانون لا يحمي المغفلين في حاجه تاني، انه يتنصب عليك. ده ما اتنصبش عليك. انا هنا ما نصبتش، انا ما رحتش بعتلك شقه واحد مش مالكه. فالقانون لا يحمي المغفلين عشان ايه؟ عشان انت القانون افترض عليكي واجب معين، انك انت تبحثي في ملكيه اللي احمد بيبيعها لك، وتشوفي اذا كان مالك ولا مش مالك. احمد كان مأجر شقه. تمام؟ وقاعد فيها مأجرها بقاله 10 سنين. حلو. الناس في الشارع تخيلوا انها ملكه.
أوكي. والسكان بيتعاملوا. فراح جاب حضرتك عمل اعلان، جيتي حضرتك عينت الشقه، الله ده الشقه جميله وهسيبها لك بالعفش، ودخلتي والبواب بيقوم له وهو داخل، والسكان عارفينه بالاسم، اهلا يا فلان اهلا يا فلان. رحت انت اطمأنيتي اثبات ورحت اشتريتي واختفى الراجل ده، فوجئتي ان الشقه دي مش ملكه. هنا القانون ليه ما ده يحمل الغافلين؟ ان القانون اوجب عليك انك تبحثي الملكيه، تدوري على مين مالك الشقه. ما قالكيش سيبي نفسك للثقه وللامور دي، فدي مختلفه. لكن اللي احنا بنتكلم فيه، لا الشقه ملكي والامر البيع والشراء سليم مليون المية، بس هناك عيب ما، اللي هو العيب ده ليه شروط كمان. لازم يبقى العيب ده عيب مؤثر في الشيء. يعني ايه مؤثر في الشيء؟ لولا انا تعاقدت معاك في الشيء ده عشان ميزة فيه ما لقيتهاش، او تعاقدت عشان اكتر من ميزة لقيت نصهم مش موجودين. يجب كمان ان يكون العيب ده قديم. بمعنى ايه قديم؟ انه قبل الشراء، مش بعد ما الشراء يظهر، يكون العيب ده موجود قبل الشراء. يجب ان يكون انا لا اعلم بيه، لان لو علمت بيه وقابلت التعاقد خلاص خلاص بالظبط انا ارتضيت. فده شكله. اوكي. طب مثلا في حاجه كده يمكن انا وقعت فيها شخصيا، انه مثلا اتبعت لي عربيه على اساس ان هي عربيه مستعمله، بس على اساس ان هي فابريكا، مش رشه حاجه من بره. جيت تتفاجئ انه وانا ببيع او حاجه زي كده، انه لا العربيه دي متباعه لك ان هي رشه، وانا ما كنتش اعرف. هل ده ينطبق عليه نفس الموضوع؟ لا. ليه؟ لا ليه؟ لان هنا المفروض القانون اشترط انك تاخدي تحترسي حرص الرجل المعتاد. الطبيعي في حاجه زي دي انت هتكشفي فتبان، الا اذا كان العيب خافي جدا معموله بطريقه ما يكشفهاش الرجل المعتاد. أوكي. بس في الطبيعي انا لما باجي اشتري عربيه بجيب السمكان. انت عارفه قانون حمايه المستهلك عمل ايه؟ قال، والقانون قال ايه؟ ان ما فيش حد هيبيع عربيه قديمه الا لما ياخد بيها تقرير من محطه بنزين. هو لسه ما عملوش المحطات دي لغايه دلوقتي، معتمدة تقول يعني محطات بنزين معتمده من الدوله، تقول ان حاله العربيه ايه، سلامه العربيه. طب ولو في التقرير ده من البنزينه ان هو ما فيهاش العيوب اللي في العربيه، كويس جدا. يبقى ده عيب خفي. ليه؟ لان انت اشتريتي والمتخصص اشترى، ولولا هذا التعاقد ما كنت تعاقدتي. بالظبط. لكن انت النهارده عادي جدا واحد رشش العربيه، اي بني ادم مواطن عادي يعرف العربيه دي مرشوشه ولا مش مرشوشه. تمام؟ صح. اوكي، كويس. طيب. انا لسه معايا بتاعت البنزين. طيب، في هل في فترة ضمان للعيوب الخفية أو ليها يعني ليها مدة معينة؟ طبعًا. شوف القانون قال لك إيه؟ مثلًا ندي مثال. في عربية موتورها بيقطع. مثلًا أخدت عربية جديدة من الأجانس. زيرو. لا، الموتور بيقطع. هو ده هيبان في خلال قد إيه؟ مرة اثنين ثلاثة أربعة مع الاستمرارية في التعامل، مع الاستمرارية مثلاً، ده مثال. طبعا. يبقى القانون ساب المدة اللي تعلم بيها حسب طبيعة البيع والمنتج. نفرق، أنا ما أعرفش أرجع بالدعوة دي بعد سنة، اللي هو ضمان العربية مثلا. لا، مش ضمان العربية، مش ضمان العربية، مش ضمان. اختلفنا. احنا بنتكلم عن ضمان العيوب الخفية في كل شيء. حلو. العربية ليها اوبشن زيادة ممكن يبقى موجود. بمعنى ايه؟ ان هل يجوز ليا انا النهارده في ضمان العيوب الخفيه ليا مده سنه ارجع من وقت عمليه البيع، مش من وقت ظهور الشيء. يعني حضرتك بعتي لي حاجه ورجعت عليها، ارجع في خلال سنه. تمام. انا اكتشفت العيب بعد سنه، ما اقدرش ارجع. ما تقدريش ترجع. تمام. لكن يجوز ليكي زي ما سعادتك قلت في العربيه، انا اشتريت عربيه مكتوب لي ضمان 100,000 كيلو او سنتين. لا، يبقى الضمان اللي هيسري اللي مكتوب باتفاقي، لانه يجوز انه احنا نتفق على زياده مده الضمان. ايوه، فاهم. لكن لو ما اتفقناش وسبناها هنرجع للاصل، للاصل السنه. اوكي. اللي اشترطها القانون. حلو. طيب، في حاله ان انا اكتشفت انه في عيب خفي، ازاي ارجع على البائع بضمان العيوب الخفيه ده؟ اول حاجه احنا اكتشفنا العيب، والعيب ده طلع من العيوب الخفيه اللي اشترطها القانون، اللي زي ما احنا قلناها وعرفناها. تمام. ابعت له انذار، وبعد الانذار ابقى ارفع دعوه اسمها دعوه ضمان. عليه دعوه ضمان العيوب الخفيه. هنا قدامنا حاجه من الاثنين، يا اما الدعوه دي تفسخ العقد ويعود الحال الى مكان عليه،
تمام؟ لو كان العيب من العيوب الجوهرية اللي 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 تعاقدي كان بسببها. لكن لو العيب مش من العيوب الجوهرية اللي تعاقدي أو أحد المميزات اللي في العربية انتقص، ممكن القاضي هنا ينقص لك من ثمن الشيء المبيع بنسبة النقص. يعني أنت اشتريتي حاجة ما استفدتيش بيها بنسبة 20-30% ينقص لك الثمن. لكن لو اصلا الحاجه ما ينفعش تستخدميها خالص خالص لا ما ينقص الثمن فيها. تمام، فيبقى نفسخ العقد. تمام مظبوط. ونرفع معانا شيرين. الو شروق. الو شروق، معلش انا اسف. أيوه. شروق ازيك؟ الحمد لله تمام. انا بشكر جدا البرنامج على البرنامج المفيد، لانه يكاد يكون البرنامج القانوني الوحيد في القنوات الفضائيه كلها. ربنا يخليك يا شوق. بس احنا حضرتك هنا عندنا تعليق صغنن قوي. اتفضلي. يعني بنستثمر حضراتكم بس مده البرنامج تزيد شويه. يعني احنا بنقعد والله نستنى سياده المستشار. الو شروق. يا شروق راحت شروق. حاولي تكلمينا مره ثانيه. تمام. طيب سياده المستشار، دلوقتي هل في اي حاجه في الحاجات اللي بتتباع ملهاش ضمان العيوب الخفيه؟ يعني ما بيصيرش عليها ضمان العيوب الخفيه خالص؟ العيوب الضمان العيوب الخفيه ده انت تترجمه في السلع المعمره بـ بـ بالضمان. فتره الضمان اللي بيدوها لك بيديك. حلو. ضمان سنه، في ناس بتدي 6 أشهر. فده يجوز برضو انقاص المده، بس هي بتدخل في تعريف قانوني سقوط الحق في انك ترجع، لان احنا اتفقنا ان انا هضمن لك الكوبايه دي او الاله دي او الساعه او المنبه اللي انا بايعه لك لمده 6 أشهر. فممكن ننقصها وممكن نتفق زي ما احنا اتفقنا على الزياده. حلو. اللي هي موجوده فيه. حلو قوي. طيب استاذ احمد، خلينا ناخد برضو بعض الرسائل كده اللي جات لنا. في حد بيسال يعني ايه ولايه تعليميه، وهل ينفع اودي ابني مدرسه خاصه وبابا يبقى ملزم بسداد مصاريف المدرسه، مع العلم انا مطلقه. يعني ايه ولايه تعليميه؟ الولايه التعليميه الاصل في الولايه للاب، هو حتى اسمه الولي الطبيعي. اوكي. اي اب هو اسمه الولي الطبيعي، الاصل في الولايه للاب. طيب حصل خلاف ما بين الاب والام، طيب الابن بقى مع الاب مع الام النهارده، لان في فتره الدراسه يعني فتره الحضانه الاجباريه اللي هي ال 15 سنه للولد و 15 سنه للبنت. تمام. طيب الام النهارده رجعت قعدت في بيت والدها، رجعت قعدت في حته عايزه تدخل مدارس قريبه منها عشان الارهاق و و و القانون لما تروح المدرسه تقول له اديني ملف ابني. تمام. يقول لها لا، اللي يسحب ملف الابن الاب. تمام. وزير التعليم الصراحه اصدر تعليماته في الحته دي، ان لو في خلاف بين اب وام وزوجيه وفي طلاق من حق الام تسحب. تمام. في بعض الناس ما يعرفوش الموضوع ده، والمدارس بعض المدارس بتخاف من الشوشره و و و، لكن القانون عامل حاجه تانية ظريفه جدا اسمها امر وقتي. بتقدمي الامر ده بيتاخد في 48 ساعه. يعني 48 ساعه ممكن في اسبوع حسب الدايره زحمتها قد ايه. تمام. الامر الوقتي ده بتقدم الام تقول انا عايزه اخد الولايه التعليميه لاني عندي خلاف مع الزوج، فبتاخد الولايه التعليميه. حلو. ده مش معناه ان هي اللي تدفع، مش انت اللي خدت الولايه وانت اللي اخترتي، لا مش معناه كده. مش معناه السؤال ان انت كزوجه ما دام معاكي الولايه التعليميه وانت اللي اخترتي ادفعي، لا طبعا خالص. اوكي. يعني هي تقدر توديه اي مدرسه؟ تقدر توديه اي مدرسه، بس النقطه بقى هنرجع بقى لايه؟ المدرسة اللي هيروح فيها الابن مدرسة لغات. تمام. هل امكانيات الاب تقدر تدخل للغات؟ احنا عندنا القاعدة الشرعية كل ينفق من ذي سعته. فالاب كل ما كان مقتدر وميسور الحال ابنه القاضي هيديله فلوس للاب المقتدر. اب دخله 100,000 جنيه غير اب دخله 10,000 غير اب دخله 1000. صح. تمام. فاذا كان الاب هنا ميسور الحال ويسمح حالته اللي هتتعرض على القاضي ويتجاب تحريات ويتشاف الاب ده، ما هو القاضي كمان يتشاف الاب دخله ازاي، كل الامور دي تتبحث. ثبت ان الاب دخله يسمح بانه يودي مدارس لغات، خلاص الاب هنا ملزم بدفع المدارس. طب ثبت لا،
الاب هيروح يديله القاضي هيحكم مثلا بسعر المدارس التجريبيه 2000 جنيه. الام بقى عايزه تكمل تكمل، عايزه تاخد 2000 وتدخله تجريبي حر. اوكي. يعني هو بيقع تحت الاتفاق بين لا مش الاتفاق. وليس اتفاق. حسب القدره طبعا. قدره الاب الماليه اللي تشوفها المحكمه بناء على التحريات وعلى مفاوضات المرتب وعلى الدخل وامكانيات الاب، لانه احنا عندنا قاعده كل ينفق من ذي ساعته، والقاعده الاخرى لا يدار والد بولده، يعني ما يبقاش ابني عبء عليا، لان مصاريف النفقه دي لو الاب ما دفعهاش يتحبس. صح طبعا صح. فلا يدار والد بولده. تمام. فاحنا نطمن اي ست ما تخافيش، الولايه التعليميه مش معناها انك تاخدي الفلوس انك الاب الفلوس. انك تدفع الفلوس، لا انت هتدفع في كل، الاب هيدفع في كل الاحوال حسب قدراته. تمام. اللي تراها المحكمه. طيب في شخص من ضمن الرسائل اللي جت ان هو وقع كضامن على شيك وعايز يعرف الموقف القانوني للضامن في التوقيع على شيكات بنكيه بدون رصيد. شوف خلينا نتفق على ان الشيك اداه وفاء وليس اداه ائتمان او ضمانه. حلو. الشيك ده اصله فلوس. يعني انا بطلع شيك من جيبي واكتب عليه 10000 جنيه فهو 10000 جنيه مش ضمانه. هو اللي انا فاهمه وهو ممكن يكونش عارف يفهمونا في السؤال او يشرحه بالتفصيل، انه هو مضى انا بضمن سعادتك كنا في بيعه فانا بضمن، فقلت انا هكتب شيك لنفسي على ليا عشان احميك مثلا او اضمنك ب 10000. الشيك ساري ملوش دخل بقى صاحب الشيك انه ده ضامن مش ضامن. حضرتك مشكورا ضمنتني كتر خيرك، لكن صاحب الشيك هيروح يصرف الشيك او لو ما فيش رصيد هتبقى جنحه اصدار شيك بدون رصيد. فما فيش حاجه اسمها في الشيك انا ضامن فنوقفه. تمام. طيب معانا تليفون من مي. الو الو يا مي ازيك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير، اتفضلي. الحمد لله. انا دلوقتي معايا يعني انا مطلقه. تمام اتفضلي. ماشي. ومعايا ولدين وهو واخد البنت. واخد البنت باتفاق ولا بغصب؟ لا لا هو يعني هي بنتي ديت ظروفها ظروف تانية خالص. يعني باتفاق بتراضي؟ اه باتفاق. ماشي. فهي دلوقتي الولدين معايا من كنت انا لسه الولد صغير هقدم له في المدرسة سنة أولى. تمام ممكن تمام. تسمعينا من التليفون يا مي؟ وطي. طيب وطي وطي يا أحمد. فدلوقتي أنا دلوقتي الولد الكبير في تانية إعدادي طالع تالتة إعدادي. الحمد لله نجح. فعندي بقى يعني هنا هوت في الولد الصغير مشكلة ان انا ما رحت اقدم له في المدرسة قال لي لازم باباه. طب انت فانا لما رحت اكلم باباه اقول له عايزة ولاية تعليمية فهو رفض. طب معلش يا مي، هو انت مطلقة ولا منفصلين؟ مطلقة. لا مطلقة. معاكي قسيمة الطلاق؟ بقالي 6 سنين. حلو. قدمت في المدرسة قسيمة الطلاق دي؟ قدمت قسيمة الطلاق وشهادة ميلاد الطفل الجديدة اللي هي بتاعت 2020. طيب ماشي، ما هو ده اللي احنا بنقوله، بعض المدارس ما تبقاش واعية بالحتة دي. طيب على العموم انت ممكن تطلعي، انت مش هتروحي للأب تقولي له اعمل لي ولاية تعليمية، مش هيعملها لك. ده انت بتروحي المحكمة الأسرة اللي تابع ليها سكنكم أو المحكمة اللي انتوا دخلتوا محاكم قبل كده بينكم وبين بعض؟ مي لسه معانا؟ حاجه هو بيديني مصروف شهري. دخلت يا مي محاكم معاه ولا كل لا لا هو بيديني طيب. مصروف كل يوم كل يوم يعني في الشهر 1500. طيب شوف يا مي للولدين ما تخافيش، اصل هو برضه هو خايف هو بقى فاكر كده، معلش عشان هو برضه يعني مش متعلم وكده، فهو فاكر ان انا كده بعمل ضم حضانه. ضم حضانه؟ طب ما انت الحضانه معاكي بالظبط، انت الحضانه معاكي اصلا اجباري معاكي. لان طيب. انا قاعده 6 سنين عليهم. طيب يا ست الكل ما تقلقيش، احنا مش محتاجينه يروح معاك، لان هو لو هيروح معاك المحكمه يعمل ما كان راح معاك المدرسه وخلص. بالظبط. طب انا دلوقتي لو عايز اعمل ولايه تعليميه هتروحي ازاي؟ هتروحي حضرتك محكمه الاسره اللي انت فيها وفي مكتب مساعدات هناك للسيدات وهتقولي لهم عايزه، هتكتبي امر على عريضه لدى القاضي تمام. أيوه. وتوثقي بيه شهاده الميلاد بتاعتك وقسيمه الطلاق وقسيمه الجواز تمام، وتطلبي ولايه تعليميه ان الولد في سن دخول المدارس وانت عايزه الولايه التعليميه، تاخدي الولايه التعليميه ان شاء الله في اسبوع بالكتير قوي تمام. بس غير ما هو يعلم ولا لازم يعلم؟ انت هتعلنيه بالجلسه، جه ما جاش ما جاش. ماشي. تمام. في حاجه بس، لما تاخدي الولايه التعليميه ان شاء الله لازم تبعتيها وتدخليها مدرسه خلال 30 يوم، لان ده لو من يوم صدورها لغايه وعدى 30 يوم بتسقط.
تعملي واحده جديده. يعني قبل تدخل الدراسه؟ لا هي تاخدها بقى وتوديها المدرسه اللي عايزه تقدم فيها في خلال، يعني لو خدتها بعد 30 يوم من الحكم المدرسه تقول لها لا دي عدى عليها ال 30 يوم. تمام. فالمدرسه تاخد تاخد الولايه التعليميه بسرعه وتوديها على طول المدرسه. وهتدخلي يعني انا ممكن ياسين عادي اقدم له عادي القسيمه وكده. يا فندم خدي خدي الاوراق وقدميها وهتاخدي الولايه ما تخافيش ان شاء الله. ولو ما دفعلكيش مصاريف المدرسه من حقك ترفعي دعوه اسمها نفقه، نفقه دراسه مصروفات دراسيه. انا بقول لحضرتك اصل انا في غنى في مشاكل وكده، هو قوي شويه وكده فمش هينفع. معلش معلش معلش. ربنا يعينك يا مي، شكرا ليك. معانا سهى. الو الو. معاك معاك. ايوه ايوه ازيك اتفضلي. سياده المستشار مع حضرتك اتفضلي يا فندم. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال اتفضلي اتفضلي يا فندم. دلوقتي احنا بيت ورثه، في بعض اخواتي باعوا وبقي ثلاثه من الورثه، هل ينفع بعض اخواتك بعض اخواتك باعوا ايه؟ باعوا نصيبهم يعني. ماشي تمام تمام. فهل ينفع احنا بقي ثلاثه بس من الورثه ودور ارضي دولت شكلهم من زمان اللي هو الايجار القديم، هل ينفع احنا الثلاثه نبيع لحد ثاني مختلف غير اللي هو اشترى اصلا؟ وينفع نبيع احنا الثلاثه لحد تاني وايه؟ معلش غير اللي اشترى يعني هم اول اخوات باعوا لحد مفيش مشاكل فاضل تقريبا دور ارضي وفي ثلاث اخوات لسه ما باعوش، فينفع يبيعوا المشتري تاني غير الاولاني؟ وممكن يبيعوا للاولاني اللي يمنع؟ هي لا لا الاولاني يعني عايز ياخد كده بالبخس على اساس هو خلاص خد الغالي. سؤال سؤال، الاولاني اللي اشترى سجل ولا ما سجلش؟ مش عارفه، هو اشترى بعقود. لا العقود دي سجلها، لانه لو سجل ممكن ياخد بالشفعه، لو ما سجلش ما يعرفش ياخد. لا لا بص، مش عقود، هو خد توكيل، هو عمل كلهم عملوا توكيل في الشفعه. تمام. لا تقدري تبيعي لو ما فيش تسجيل، وحتى لو في شفعه. على فكره انت الشفعه بتتاخد ازاي؟ بالسعر اللي انت بتقولي بيه، مش اللي هو عايز ياخد بيه بالبخس. يعني يعني حضرتك لو في مشتري تاني وانت نصيبك في المال الشائع يسمح بالبيع، ما انت ممكن يكون نصيبك ما يسمحش ببيع شقه. هم الثلاثه عايزين يبيعوا. ممكن الثلاثه ما يبقاش نصيبهم، انتوا الثلاثه نصيبكم يسمح بالبيع؟ طب خلاص، طالما نصيبكم يسمح بالبيع يعني عندكم النصيب اللي يسمح ان احنا نبيع بيه شقتين او شقه او ثلاثه، ان ممكن الثلاثه يبقى نصيبهم اقل من شقه. هو احنا هو اللي حتى اللي اشترى الاولاني ما اشتراش بالشقق، هو اشترى نصيب كل واحد في الارض وخد السقق فوق البيع، يعني ما حاسبهمش على السقق. شوفي 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 يا هانم، حضرتك تقدري مشكوره تبيعي انت واخواتك الثلاثه وتبيعوا بالسعر اللي انت عايزاه، وتبيعي بدون موافقته ولا بدون موافقه باقي الشركاء، لان القانون بيسمح لك تبيعي. ما عندكيش ادنى مشكله في كده. وتبيعي بالسعر اللي انت عايزاه، هو بقى لو طلع عنده شفعه وسجل هيضطر يعلن الاخذ بالشفعه للمشتري بنفس السعر اللي باع لكم بيه، فما تقلقيش. ما عندكيش مشكله، وهيدفع الفلوس ده للي خد منك، وانت خلاص خدت فلوسك ومشيتي. تمام، شكرا ليك يا سهى. شكرا ليك يا سهى. يعني استاذ احمد افدتنا كالعاده زي كل اسبوع، بس الوقت عدى بسرعه، كان نفسنا ان احنا نرد على كل الناس اللي بتحاول توصل لنا، بس ان شاء الله نعوضها في الحلقه الجايه. شكرا ليك. ميرسي يا فندم. ميرسي يا فندم. شكرا ليك يا نوره. العفو يا شريف. كده هكون خلصت حلقتنا معاكم النهارده، استنونا بكره في يوم جديد وفقرات متنوعه الساعه 6:30 انبوكس على صدى البلد. سلام.